معيلات وحيدات لأطفالهن، ثكالى وأرامل ومطلقات. وجدنا في فرز التمور وتعبئتها مصدرا للرزق داخل أحد المعامل الصغيرة قرب كربلاء العراقية. يعني اكتريتن عتن جهال، يعني هاي العاملات غير، اكتريتن عتن عوائل وجهال. شلون معي يرحم لنا يا خبزان، يرحم كل شيء يسوون، يعني يشتغلن شغله شغله نام شغلنا، يعني العوائل اللي عتخم خلنا ما يتم الجوه. عبء كبير أثقل كاهل هؤلاء النسوة، إضافة لقيامهن برعاية أطفالهن والقيام بشؤون المنزل. ما أعرف الله إليك وعلى ابن الحلال هذا، أشلنا خبزة من ما وراء العصر أخذنا تصور لي، شاهد الله والرسول، والدين شابي وعادين ولاعبنا وحالة ضعيفة، أبونا رجال هم عاجز، الرجال رجلي مكسورة بالحرب مال صدام حسين. المشروع أحياناً حسب مالكه لا يحقق الربح، لكنه يستمر بالعمل من أجل العاملات الفقيرات. نستخدم أيدي عاملة كبيرة لفصل التمور الجيدة، وكذلك مساعدة العوائل المتعففة في معملنا، والحمد لله الموظفين لهم نقل. ويوفر المصنع الصغير منذ عام 2004 فرص عمل لنحو 100 امرأة خلال موسم التمور على مدار 7 أشهر، حيث تعبأ كميات كبيرة من التمور في صناديق لتصدر إلى الخارج.